السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي. مادة اليوم هي مادة الاجتماعيات، معلمة المادة صابرين جاسم. درسنا لهذا اليوم هو درس جديد يتعلق بمادة التأريخ. قسمنا كتاب الاجتماعيات إلى ثلاثة مواد: مادة الجغرافيا، ومادة التأريخ، ومادة الوطنية. أي في كتاب مادة الاجتماعيات تتواجد ثلاثة مواد، اللي هي مادة الجغرافيا تكلمنا وشرحنا عنها، والآن نحن في مادة التأريخ، من بعدها نكمل مادة التأريخ لنصل إلى مادة الوطنية. حبايبي، مراجعة بسيطة عن درسنا السابق اللي هو العراق، الفصل الثالث العراق، صفحة 39. يلا حبايبي نراجع درسنا السابق. وطننا العراق، بماذا يشتهر وطننا العراق؟ عرف العراق أي بلادنا، بلاد الرافدين، بنشوء العديد من المدن التاريخية. من هذه المدن التي ما زالت موجودة إلى وقتنا الحاضر هي أولا مدينة أور ومدينة الحضر. مدينة أور ومدينة الحضر نتذكر فيها عظمة الحضارة العراقية ونشأتها. مدينة أور، أين تقع هذه المدينة؟ تقع في جنوب العراق بالقرب من مدينة الناصرية. تقع جنوب العراق بالقرب من مدينة الناصرية. بماذا تشتهر هذه المدينة؟ تلاحظون حبايبي هذه الصورة، تشتهر مدينة أور بالزقورة. ما معنى الزقورة؟ معلومة لكم، الزقورة هي عبارة عن مكان مرتفع تقع عليه المعبد. لماذا يقع المعبد في مكان مرتفع؟ وذلك لحماية هذا المعبد من الفيضان. يعني بما معناه أن الزقورة هي عبارة عن مكان مرتفع تقع عليه المعبد، وذلك لحماية المعبد من الفيضان. ما المناسبة التي اشتهرت في هذه المدينة؟ المناسبة التي حدثت في هذه المدينة هي ولادة نبي الله إبراهيم عليه السلام. ولادة نبي الله إبراهيم عليه السلام، هذه إحدى من المدن الحضارية التاريخية الموجودة حتى وقتنا الحاضر. أما المدينة الثانية هي مدينة الحضر. لمدينة الحضر اسم ثاني تطلق عليها مدينة الشمس، مدينة الحضر أو مدينة الشمس. أين تقع هذه المدينة الجميلة؟ تقع جنوب غرب الموصل. تقع هذه المدينة اللي هي مدينة الحضر جنوب غرب مدينة الموصل. الموصل بما معناها محافظة نينوى، محافظة نينوى. بماذا اشتهرت هذه المدينة؟ اشتهرت بهذه المدينة بالمعابد والتماثيل والأعمدة. هذه حبايبي المعابد، هذه التماثيل والأعمدة. اشتهرت هذه المدينة بالمعابد والتماثيل والأعمدة. هذا كله درسناه في الدرس السابق. اليوم درسنا لهذا اليوم هو المدن الإسلامية. شنو راح ناخذ؟ المدن الإسلامية صفحة 40. المدن الإسلامية في وطننا العراق الكثير من المدن الإسلامية التي تشتهر بمراكزها الإدارية والحضارية، وما زالت موجودة حتى وقتنا الحاضر. من بنى هذه المدن؟ المدن الإسلامية الموجودة في وطننا العراق، المسلمون من بناها؟ المسلمون من بناها؟ أول مدن إسلامية ناخذها هي أولا مدينة البصرة. أولا مدينة البصرة، هذه حبايبي مدينة البصرة. من أسس هذه المدينة؟ من أسس هذه المدينة؟ البصرة تقع جنوب العراق، لكن من أسسها؟ أسسها عتبة بن غزوان. أسسها عتبة بن غزوان. من أسس مدينة البصرة ومتى؟ تأسست مدينة البصرة في السنة 14 هجرية. في السنة 14 هجرية أسسها عتبة بن غزوان. تأسست هذه المدينة سنة 14 هجرية. من أسسها؟ عتبة بن غزوان. ماذا تكون هذه القاعدة؟ ما الهدف من هذه المدينة حتى تكون قاعدة إدارية وعسكرية للفتوحات الإسلامية؟ تكون قاعدة إدارية للمسلمين وقاعدة عسكرية للفتوحات الإسلامية في الشرق والخليج. في الشرق والخليج
عندنا حبايبي انه هي مدينة البصرة تقع على رأس الخليج العربي. مدينة البصرة في جنوب العراق تقع على رأس الخليج العربي، وهي الميناء، ميناء العراق الوحيد، وهي ميناء العراق الوحيد. البصرة أسسها عتبة بن غزوان سنة 14 هجرية. ماذا كانت هذه المدينة؟ كانت هذه المدينة هي قاعدة، هي قاعدة إدارية وعسكرية للفتوحات الإسلامية. هذا هو حبايبي عتبة بن غزوان الذي أسس مدينة البصرة. هذا هو حبايبي عتبة بن غزوان الذي أسس مدينة البصرة. أين تقع البصرة؟ في جنوب العراق، وهي ميناء العراق الوحيد، وهو ميناء العراق الوحيد، وتقع أيضا على رأس الخليج العربي، وتقع أيضا على رأس الخليج العربي. أما حبايبي أن المدينة الإسلامية الثانية الموجودة في وطننا العراق هي مدينة الكوفة. مدينة الكوفة، نعرف مدينة الكوفة وما هي؟ أين تقع هذه مدينة الكوفة؟ وهي من مدن وسط العراق القديمة. هي مدينة من مدن وطننا العراق، من مدن وسط العراق القديمة، تقع إلى جوار مدينة الحيرة. مدينة الحيرة تقع إلى جوار مدينة الكوفة، المعروفة قبل الإسلام بالحيرة، حيث سكنها القبائل العربية منذ القدم. متى ماذا أصبحت الكوفة؟ أصبحت الكوفة هي عاصمة للخلافة الراشدية، عاصمة للخلافة الراشدية. من اتخذها مقرا له؟ اتخذها الخليفة الراشد الرابع الإمام علي عليه السلام مقرا له. الكوفة تقع في محافظة النجف قرب وجوار مدينة الحيرة. من اتخذها مقرا له؟ اتخذها الخليفة الراشد الرابع الإمام علي عليه السلام مقرا له. اتخذها الخليفة الراشد الرابع الإمام علي عليه السلام مقرا له. متى اتخذ الإمام علي عليه السلام الكوفة مقرا له؟ سنة 36 هجرية اتخذها الإمام علي الخليفة الراشدي الرابع عليه السلام مقرا له سنة 36 هجرية. هل هي مركز ديني أم سياحي؟ هي مركز ديني مهم حتى الآن. الكوفة يلجأ إليها الناس للزيارة، وهي عبارة عن مركز ديني مهم حتى وقتنا الحاضر، حتى وقتنا الحاضر، وهي مركز ديني مهم حتى الآن. شنو أخذنا حبايبي من المدن الإسلامية الموجودة في وطننا العراق؟ أخذنا مدينة البصرة التي أسسها عتبة بن غزوان سنة 14 هجرية، وأخذنا مدينة الكوفة التي اتخذها الإمام علي عليه السلام مقرا له سنة 36 هجرية، وهي مركز ديني مهم حتى الآن. هي مركز ديني مهم حتى وقتنا الحاضر. تشوفون حبايبي، هذا مسجد الكوفة ليلا، مسجد الكوفة ليلا هو عبارة عن مركز ديني موجود حتى وقتنا الحاضر. هذا دار الإمارة في الكوفة، يتشاورون فيه فيما بينهم. أما حبايبي النقطة الثالثة اللي هي مدينة بغداد من المدن الإسلامية الموجودة في وطننا العراق. ماذا تسمى هذه المدينة؟ ماذا تسمى مدينة بغداد؟ تسمى مدينة بغداد بالمدينة المدورة عفوا ومدينة السلام. تسمى بغداد، أي أطلقت على مدينة بغداد عدة تسميات. سؤالي لكم هو عدة تسميات مدينة بغداد. أولا سميت مدينة بغداد بالمدينة المدورة، سميت مدينة بغداد بالمدينة المدورة، وكذلك أيضا سميت بمدينة السلام، سميت مدينة بغداد بمدينة السلام. من الذي بنى هذه المدينة؟ من الذي بنى مدينة بغداد؟ بناها أبو جعفر المنصور. من هو أبو جعفر المنصور؟ هو الخليفة العباسي الذي بنى مدينة بغداد سنة 145 هجرية. بناها أبو جعفر المنصور سنة 145 هجرية. عدد تسميات مدينة بغداد. لقبت بغداد بعدة تسميات. أولا مدينة المدورة، أولا
المدينة المدورة. ثانيا مدينة السلام، لقبت بغداد أيضا بمدينة السلام. من الذي بناها؟ بناها أبو جعفر المنصور، بنى مدينة بغداد وجعلها مدورة. هذا هو المخطط لمدينة بغداد الذي بناه أبو جعفر المنصور، هو الخليفة العباسي الذي بنى مدينة بغداد وجعلها مدورة الشكل، وجعلها مدورة الشكل. متى؟ سنة 145 هجرية. 145 هجرية. لديها العديد من الأبواب، أربعة أبواب ومحاطة بأسوار. هاي حبايبي هذه هي مدينة بغداد، وتكون مدينة بغداد محاطة بأسوار. لماذا أحيطت بغداد بهذه الأسوار؟ حتى تمنع دخول الأعداء إلى المدينة. هذه السور تحمي المدينة من دخول الأعداء إليها. أما حبايبي بالنسبة إلى أبواب مدينة بغداد، عندنا باب الشام، باب خراسان، باب البصرة وباب الكوفة. هذه معلومة لكم، معلومات لكم عن مدينة بغداد. أسسها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور وجعلها مدورة الشكل. لماذا جعلها مدورة الشكل وأحاط بها أسوار؟ حتى تمنع دخول الأعداء إلى المدينة. لكن للمدينة أربعة أبواب نستطيع الدخول والخروج منها، منها باب الشام وباب الكوفة وباب البصرة وباب خراسان. أما حبايبي بالنسبة إلا أنه بغداد هي تعتبر عاصمة العراق. بغداد مدينة عاصمة وطننا العراق، اتخذها أبو جعفر المنصور عاصمة للخلافة العباسية. كانت سابقا مدينة بغداد عاصمة للخلافة العباسية، وهي عاصمة وطننا العراق الآن. سابقا كانت عاصمة للخلافة العباسية، والآن هي عاصمة وطننا العراق. متى أصبحت بغداد عاصمة للثقافة العربية؟ أصبحت بغداد عاصمة للثقافة العربية سنة 2013. 2013. هذه هي حبايبي بالنسبة للمدن الإسلامية الموجودة في وطننا العراق. أولا مدينة البصرة ومدينة الكوفة ومدينة بغداد. لهنا حبايبي ينتهي درسنا لهذا اليوم. إن شاء الله استفاديتم من المعلومات القيمة التي تداولناها بخصوص وطننا العراق، من المعالم الحضارية والأشياء التراثية والمدن الإسلامية الموجودة في وطننا العراق. ألتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم. مع السلامة.